بسم الله الرحمن الرحيم. في طريقنا للصعود لأعلى لاستيضاح أجزاء البرين، وصلنا إلى الطب، إلى السيريبرال هيمسفير أو السيريبرام. السيريبرام اللي هو البيج برين، يتكون السيريبرام من تو هافز، كل هاف كان نص كرة، فهيمسفير كان تو سيريبرال هيمسفيرز. التو هيمسفيرز، واحد رايت واحد ليفت، كانوا انكمبليتلي سيبريتد فروم ايتش اذر ات ذا ميدل لاين باي بيج ديبريشن يسموه ميديان لونجيتيودينال فيشر، اللي كان قاعد فيه الفالكس سيربرايل. السيربرال هيمسفيرز الموقع بتاعه، التو هيمسفيرز يقعم ويشغلهم الانتيريور والميدل والبوستيريور او الابر بارت اوف ذا بوستيريور كرينيال فوس. لازم نتذكر ان اللور بارت اوف ذا بوستيريور كرينيال فوس كان بيشغلها السيربيلم، اما الابر بارت فكان بيشغلها جزء من السيربرال هيمسفيرز. كل هيمسفير كان له المواصفات الشكليه الاتيه: ثلاثه سيرفيسز وتلاتة بوردرز وتلاتة بولز. التلاتة سيرفيسز، السيرفيس اللي امامي ده اسمه السوبيرو لاترال سيرفيس، وعكسه على الناحية التانية ورا الرسمة الميديال سيرفيس. اما من اسفل فهنجد السيرفيس الهوريزونتال ده هو الانفيريور سيرفيس. اما التلاتة بوردرز، انا كان عندي سوبيرو ميديال بوردر ده رقم واحد اهو، اما رقم اتنين فكان اسمه انفيرو لاترال بوردر، ثم امتداده للداخل البوردر التالت اللي اسمه سوبر سيلياري بوردر. ولكل هيمسفير سري بولز، اتنين من الامام واحدة من الخلف. الاتنين اللي في الامام فرونتال بول وتمبورال بول، واللي في الخلف كان الاوكسيبتال بول. في منظر اخر نستعرض فيه الاستراكشر اوف ايتش سيريبرال هيمسفير، هنجد ان السيريبرال هيمسفير يتكون، لو انا خدت قطعه منه وفحصتها قطاع طولي وفحصته، هنجد ان كل هيمسفير السبستانس بتاعته تتكون من اربع اجزاء: سن سوبرفيشيال اند اوتر زون اوف جري ماتر اسمها سيريبرال كورتكس او القشرة المخية. السيريبرال هيمسفير ده عامل زي البرتقالة، له قشرة من الخارج اسمها سيريبرال كورتكس، وكانت نوعية خامتها المادة بتاعتها جري مطر، وهنعرف يعني ايه بعد كده جري مطر. من داخل الهيمسفير انسايد الانر ماس هنجدها عبارة عن الكتلة الكبيرة اللي مكونة من هواية مطر. والجزء الثالث من تركيبة السيريبرال هيمسفير هنجد كوليكشنز اوف سكاترد ديبلي ماسس اوف جري ماتر تقع بالداخل اسمها بيزل جانجليا. واخيرا في قلب السيريبرال هيمسفير هنجد بيج كافيتي شكله هورس شو اسمه لاترال فنتركل. دي كانت الاربع اجزاء المكونه لماده السيريبرال هيمسفير. تعالوا نمسك في منظر اخر، ها
هنمسك السيرب تو سيرفر وندرس شكلهم. ادي عندي الرايت سيرفر هيمسفير وده الليفت سيرفر هيمسفير، ده من خلال هوريزونتال سيكشن ونظرنا من الاعلى هنلاقي ان كل هيمسفير مفصول جزئيا عن الهيمسفير الاخر بايه؟ بميديان لونجيتيودينال فيشر، الا انه من خلال هذا الفيشر يتخلله ويمر من خلاله كتلة من الكونكتنج نيرف فايبرز توصل اريا باريا مماثلة على تو سيرب على تو سايدز اوف ذا سيربرال هيمسفير ويسموها كوربس كالوزم. اذا التو هيمسفيرز ار سيبريتد بارتلي باي ذا ميديان لونجيتيودينال فيشر at the same time connected by transverse fibers nerve fibers عاملة شكل زي ما احنا شايفين كده اسمه الكوربس كالوزم. طب تعالوا نشوف ال external features of the cerebral hemisphere. احنا قلنا فيه 3 surfaces 3 borders و 3 pools. تعالوا نشوف ال pools. انا عندي 2 بولز في الامام، فرونتال بول من فوق وتمبورال بول من تحت. الفرونتال بول سيك راوندد تقع في الامام واعلى، اما التمبورال بول كان نفس في نفس الشكل سيك وراوندد وتقع اسفل الفرونتال بول، والاثنين يقعوا في مقدمه السيريبرال هيمسفير. اما البول الثالثه فكان اسمها اوكسيبتال بول، فكانت سن وتابرينج، تابرينج يعني بوينتد وتقع في الخلف. دول الثلاثة بولز. أما الثلاثة بوردرز، البوردر الأول اللي كان اسمه السوبيرو ميديال بوردر، هذا البوردر كان كيرفت زي ما احنا شايفين كيرفت أو أرشينج، يمتد من الفرونتال بول وحتى الأوكسيبتال بول. طيب ويقع هذا البوردر مباشرة تحت السوبيريور ساجيتال ساينس، ده كان أحد أنواع الفينس ساينسز اللي موجودة في الكرينيال كافيتي. هذا البوردر اللي اسمه سوبيريور ميديال بوردر كان بيفصل هذا السيرفس اللي اسمه لاترال سيرفس عن السيرفس الآخر المناظر له من الداخل اللي كان اسمه الميديال سيرفس. ده البوردر الأول اللي اسمه سوبيرو ميديال بوردر. البوردر التاني اللي من تحت اللي اسمه انفيرو لاترال بوردر، هذا البوردر كان يمتد من التمبرال بول وحتى الاوكسيبتال بول، وكان هذا البوردر يفصل السوبيرو لاترال سيرفس اللي هو ده من السيرفس التاني اللي ماشي بالعرض اللي اسمه انفيريور سيرفس. ده البوردر التاني. اما البوردر التالت اللي هو الامتداد الداخلي للانفيرو لاترال بوردر كان بيسموه سوبر سيلياري بوردر، يعني الانفيرو لاترال بوردر بيجي عند التمبرال بول ويلف ويدخل للداخل، في لفته ودخلته للداخل للميديال دايركشن عمل بوردر، هذا البوردر اسمه سوبر سيلياري بوردر. كان هذا البوردر ماشي بالعرض وكان بيفصل اللاترال بارت فروم ذا تنتوريال يعني الانفيريور بارت اللي فوق مباشره لفوق الاوربت، كان يفصل اللاترال من التنتوريال بارت اوف ذا هذا السيرفيس اللي اسمه سيبريتنج اللاترال من الاوربيتال بارت اوف ذا انفيريور سيرفيس. ده كان السوبر سيليري بوردر. كده خلصنا التلاتة بولز والتلاتة بوردرز of the cerebral hemispheres. تعالوا نشوف السيرفيسز. للسيريبرال هيمسفير 3 سيرفيسز. اول سيرفيس السيرفيس اللي من الخارج ده اللي اسمه سوبيرو لاترال سيرفيس اللي احنا بنشوفه من بره اللي هو بيدي الشكل العام للسيريبرال هيمسفير.
مواصفات هذا السيرفس الآتي: أول حاجة إنه كان له كونفكس كونتور، يعني المسار بتاعه كان مقوس، وفي نفس الوقت كان lies obliquely directed upwards and laterally، ويقع مباشرة deep للsuperior surface واللاترال surface of the skull، يعني كان يقع تحت النورما لاترالز والنورما فيرتيكالز. هذا السيرفس لما بنشوفه هنجده it appears irregular أو uneven أو convoluted، يعني مش مستوي، يتكون من عدد كبير من المرتفعات يسموها elevations أو جيراي أو جيراي، وعدد كبير أيضا من المنخفضات يسموها فيشرز أو صلصاي أو يقولوا عليها أيضا صلكاي. إذن الميزة أو الشكل الخارجي للسوبيرو لاترال سيرفيس أنه أن إيفن سيرفيس being formed of areas of elevations يسموها جيراي أو جيراي، و areas of depressions يسموها صلكاي أو صلصاي. ديت كانت المواصفات العامة لمين؟ للسوبيرو لاترال سيرفيس. ادي كان شكل المرتفعات اللي بيسموها الجيراي او الجيراي، وده كان منظر اخر للمنخفضات اللي يسموها الفيشرز او السلكاي او السلساي. ده مواصفات السوبيلاتر سيرفيس. اما عن الميديال سيرفيس، فالميديال سيرفيس اوف ذا تو هيمسفيرز هو السيرفيس الفلات اللي يقع مباشره في مواجهه الهيمسفير الاخر، يبقى فلاتند كونتور و directed towards the other cerebral hemisphere. هذا السيرفس اللي هو ميديال سيرفس كان يفصله عن الاذر ميديال سيرفس اوف ذا اذر هيمسفير الفشر الشهير المعروف باسم الميديال او الميديان لونجيتودينال فشر، اللي كان بيشغله وقاعد فيه الفالكس سيربرال. هذا الميديال سيرفيس كان من اهم الاناتوميكال فيتشرز اللي بتميزه وجود سي شيبد لايك باند اسمها الكوربس كالوزم. اسم ده بيتكرر معايا للمره الثانيه، هي عباره عن ترافيرسنج باند between the two hemispheres، نوع من انواع الكوميشرال فايبرز، فايبرز ماشيه بالعرض توصل اريا على هذا الهيمسفير بنفس الاريا على الاذر هيمسفير، فلازم تعدي الميدل لاين وهي معديه بترسم جسم او شكل بيسموه الجسم الاسفنجي او الكوربس كالوز. دي كانت المواصفات العامه لمين؟ للميديال سيرفس، وده كان الكوربس كالوز. اما السيرفس الثالث اللي كان اسمه الانفيريور سيرفيس، هذا السيرفيس ايضا كان له الريجولار كونتور. ليه؟ لانه مكون من سالكاي وجيراي، ده يقع مباشرة فوق البيز اوف ذا سكال. هذا السيرفيس كان مقسوم بالستيم اوف ذا لاترال ساركس اللي هي ديت، كان مقسوم لجزئين اتنين، جزء امامي يقع فوق الاوربت اسمه اوربيتال بارت، اما الجزء الخلفي وهو الاكبر فكان اللي بيشغل الميدل كرينيال فوسا، والجزء من البوستيريور كرينيال فوسا اللي فوق التنتوريوم سيربلاي، علشان كده سموه تنتوريال بارت. ديت كانت المواصفات العامه لمين؟ المواصفات العامه للانفيريور سيرفيس.